أغلب إصابات المواطنين من الأطفال ومن النساء ومن المواشي وغيرها نتيجة الألغام العشوائية التي زرعوها الحوثيين في هذه المناطق المهولة، ولكن بفضل الله عز وجل، بفضل اليقظة الأمنية والحس الأمني، رجال الأمن متواجدين في أغلب وفي المناطق المحررة في محافظة الجوف بشكل عام متواجدين، وقد وجدنا كثير من الألغام هذه سواء في الأسواق أو في أماكن تواجد المواشي في المدارس، وجدنا ألغام وانتزعنا كثير من هذه الألغام. وفي معنا فريق متخصص في هذا المجال في نزع الألغام، وطبعا هم يعملوا ألغام مموعة يعملوها في هذه الأماكن تمويه، سواء في على التربة التي سواء في مزرعة يعملوا على تمويه المزرعة، أو في المدارس يعملوا على تمويه المدارس نفس الحجارة هذه، وكذلك في الأسواق يعملوا على نفس التمويه حق الرصيف، ويعني أماكن تواجد هذه الألغام. وقد وجدنا هذه الألغام وأغلبها في أسواق الشعبية وكذلك في الطرقات العامة، فدائما تحصلها موجودة في الطريق الرئيسي الذي يتواجد فيه المواطنين بشكل مستمر.